أبل بريف حمص والتي حاولت العصابات الإرهابية التسلل إليها بعد الضربات الموجعة التي وجهها بواسلنا للعصابات الإرهابية في القصير وريفها. ضاق الخناق على العصابات التكفيرية في منطقة القصير، فأصيبت بهستيريا وجنون، فهرعت قنوات التضليل الإعلامي لرفع معنويات أولئك التكفيريين الذين تسللوا من قرية الدمين الشرقية والبويضة الشرقية إلى القرى الآمنة. وصلوا قرية آبل التي تقع شرقي منطقة القصير، دخلوا إليها لساعات، لكن بواسل قواتنا المسلحة كانت الدرع الحامي للقرية ونظفتها من رجس الإرهابيين المرتزقة. أعزائي المشاهدين، نحن الآن نقف أمام مدخل منطقة آبل بريف القصير. هذا الطريق يؤدي إلى منطقة المباركية بريف القصير، وهذا الطريق الآخر نحن نقف على مفرق طرق. هذا الطريق يؤدي إلى منطقة المباركية بريف القصير، والطريق الآخر يؤدي حمص دمشق. سندخل إلى ضمن قرية آبل ونوثق ما خلفه الإرهاب والانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري باستعادة الأمان وإلى هذه المنطقة. قامت مجموعة مسلحة بالتسلل إلى قرية آبل، وقمنا نحن عناصر القوات المسلحة بالقضاء عليها بالكامل، وحاليا منطقة آبل خالية من مجموعة الإرهابية ومنطقة بأيدي الجيش بالكامل وآمنة بالكامل. حاولوا الدخول إلى القرية تحت جنح الظلام، لكن ضربات الجيش الموجعة قتلت بعضهم ودمرت أدوات إجرامهم، وفر البعض الآخر بعد أن حرق المحاصيل الزراعية وفجر المنازل ليترك مشهدا أسودا يمتلئ بالحقد والإجرام. نحن في منتصف قرية آبل، هذه ثانوية آبل دخل إليها المسلحون وقاموا بتخريبها، وهذا هو مركز آبل الصحي. سنكمل الطريق لنصل إلى المدخل الجنوبي لآبل. وصلنا إلى المدخل الجنوبي لقرية آبل. من هنا، من هذا المدخل، تسلل المسلحون من قرية الدمينة والبويضة الشرقية من خلال المزارع والأراضي الزراعية، تسللوا إلى قرية آبل لتنفيذ أجندات خارجية. مهما تعددت وتلونت أساليب الإرهاب وأبواقهم المسعورة، سيبقى هنا رجال يدافعون عن كل شبر من تراب الوطن. تكالبوا على بلدنا من أقصى أصقاع العالم، مدعومين بقنوات سفك الدم السوري، لكنهم إلى زوال أينما حلوا بهمة الجيش العربي السوري. من قرية آبل بحمص، لأخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم.